فضيلة الشيخ، نريد أن نعرف ما الفرق بين جماعة الإخوان والسلفية؟ والله يا أخي أنا أرى أن الواجب على الجميع أن يكونوا إخوانا وأن يكون على طريقة السلف، أن يكونوا إخوانا في الله كما قال تعالى ممتنا به على المؤمنين فأصبحتم وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم من جماعته إخوانا، وأن يكون على طريق السلف، وأن يكون على طريقة السلف، إذا كانوا متآخين على طريقة السلف فهذه طريق المؤمنين. أما إذا كان هناك مبادئ وأفكار تخالف ما كان عليه السلف الصالح فإنه يجب أن تعدل. أي نعم.